على البركه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. البقى في حياتك عم نوفل. عم رزي ده كان راجل حته سكره وطيب ويستاهل كل خير. انا معرفش الراجل ده جه الدنيا في ايه وخرج منها ليه. على العموم الله يرحمه. وانت تعرف الرحمه يا بضاي؟ ايوه. يعني انت عندك دم؟ ايوه. تقتل الاكيل وتمشي في جنازته؟ ما بلاش طرطشه كلام. ايه؟ هتقتلني زي ما قتلت رزق؟ ما تعقلي جوزك يا طنط عطيات، مش عايزك تعيشي في الدنيا وحيدة، مش عايزه يحصل أخوه. معلش ما تاخدش على كلامه يا معلم والنبي، فضفضة حزني يا أخويا، أنت عارف قلبه محروق على أخوه. على العموم أنا مقدر حرقة قلبه عليكي. أبو ضايع؟ استنى هنا! استنى! انت بتعملي ايه يا بنت المجنونة انت؟ قتلت ابويا يا كلب يا ابن الكلب! استهدي بالله يا بنت صلي على النبي! احنا مش قده يا بنت! مش قده ازاي؟ بقيتي لابويا يمشي في جلسته؟ بقول لك ايه؟ انا ابويا ما خليش رجاله، لكن انا بقى قدامك بنية راجل، وانا بقى اللي عارف اخد طرقويه منك! عمالة ترتشي بالكلام قصدك ايه يا بنت؟ قصدي على رجلك يا اختي يا معلمة! ايدك اليمين اللي عامل نفسه زي الرجالة مفيش حد يقدر يقف قدامه! لكن انا بقى اللي هصدر لك وهعرف اجيب دماغك ارضا يا بضايا يا كلب. ارض مين يا علمى يا رقاصه بتاعت الكباريهات انت؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه يا بت؟ بقول لك يا بت لو ما تلمتيش هتحصلي ابوكي ومش هكلفك حاجه، المعازيم هم والمقرين هم والدفن على حسابي، فاهمه؟ دماغك مين يا وسخ انت؟ وسخ يا بنت اخ الله يا بنت الكلب. انت مدينك الحريم يا بضايا؟ جرى ايه يا حلنش يا ابن بياعة الخضار سخنت ولا ايه؟ انت جبت اكلك مع ابن بيعه الخضار. يظهر ان عم رزق وحشك وعايز تشوفه بسرعه. انت مش ناوي تجيب على البر؟ ده انت هتموت النهارده. جريت ايه وانت؟ اتكل على الله. يا لهوي لا يا حربي لا موته يا حربي ابوس ايدك موته. موته بقى يا اخي وخلصنا منه. نزل المطوه يا حربي مش عايز اموت مخنوق. لا يا حربي دم لا. صلاح ايه؟ مش احنا قلنا نستخدم ده ما نستخدمش ده؟ وان ضربت ما تعورش وان عورت ما تقتلش؟ ايه نسيت يا حرب ولا ايه؟ والله زمان يا صلاح. جدع حربي كنت عايز تقتلني ها؟ طب وديني ومعاه ابو ده ولا كلمة. انت مش شفتيش عمل ايه يا معلمة؟ اسكت واسمع يا معلمة. يا معلمة كل اللي عمله ده عشان كلبه وراح ما يموت ولا يغور في 60 داهية. يا زبالة يا معفن يا وسط. بس يا دنيا الشماتة في كل حاجة إلا الموت. محدش علمك ده؟ اسمع يا جدع أنت من النهاردة تلم عزالك وتاخد رجالتك معاك وتسيب المنطقة إلا وحيات ده. وأنت عارف أنا ما بحلف بده هقطعك بإيديا دول. كده يا معلمة
بعد ما خدمتك السنين دي كلها أبضايا حبيب قلبك وبترميني عشان مين؟ عشان الكلب ده؟ انت اللي جبته لنفسك بأفعالك. يلا وريني عرض كتافك. باي باي يا برنسيسة. باي باي. وصلوني. اتفضل يا معلم. الناس قول يا عنب اللي جابك. كنت كملت جميلك يا اخي وريحتنا. رد عليا متر. اكيد انت زين زي ما وصفك حربي بالظبط، متهور ومندفع وقلبك ابيض. مين ده حربي؟ متشكرين يا استاذ. استاذ صلاح بحر المحامي، زميلي في السجن واخويا واستاذي كمان. معلمه انشراح اكبر راس عندنا في المنطقه. اهلا وسهلا بمعلمه انشراح، انا سعيد جدا اني شفتك وتعرفت عليك. انا اسعد يا استاذ صلاح. أنا دلوقتي عرفت مين اللي علمك الألباندا ولولك لسانك يا وادي حربي. إنما أنت ما قلتليش عرفت طريق إزاي؟ أنا سألت عنك في الحارة قالوا إنك هنا في المدافن، قلت ليكون حد يخصك أقف معاك. طول عمرك أصيل وصاحب واجب. بقولك إيه يا حربي؟ ما تيلا بينا كده بربطة المعلم وناخد معانا الأستاذ صلاح، ناكل لقمة في البيت، ليكوا على لحم بطنكم من الصبح. لا ملوش لزوم يا معلم. ما تقول آه، بطل اللي أنت فيه ده. يلا بينا يا رجالة، يلا بينا. انما انت خرجت من السجن امتى يا ابو صلاح؟ قريب طلعت افراج بمناسبه مولد النبي. بس جيت في وقتك يا استاذ صلاح، انت عارف لو ان ربنا بعتك في الوقت المناسب كان زمان الاثنين دول لبسوا البدله الحمراء. بدله حمراء بدله زرقاء مش مهم، المهم اني فشيت غل في ابضايا الكلب ده. لا بس حربي اعل بكتير من انه ودي نفسه في داهيه، ولا يا حربي؟ طبعا يا ابو صلاح، كله بفضل تعليماتك. انت محامي مش كده يا استاذ صلاح؟ كنت، لكن بعد ما دخلت السجن شطبوا اسمي من جداول النقابه. بس لسه بتفهم في القانون؟ طبعا. ما تاخذنيش انا يا متر. لا هو انت اصلا دخلت السجن ليه؟ يعني عشان في يوم من الايام اتصرفت صح. كنت فاكر لسه ان الدنيا فيها اصول ومبادئ وقيم. استضح ان الواحد في الزمان ده لازم يدور على مصلحته هو بس، طز في أي حاجة تانية. براو عليك يا أستاذ صلاح، فكر فيها كده. لو أنت مش هتجري ورا مصلحتك، مين هيجري لك وراها؟ يلا بينا يا رجالة. احنا متشكرين جدا يا معلمة. الزيارة دي ما تتحسبش. أنا مؤكد ليا زيارة تانية. أنا تحت أمرك دايما يا معلمة شرح. بالإذن احنا بقى